على غير العادة، خدكم مريزيقة ومزهارة غير العقل اللي شوية ناقص، ولكن حظي الحلو ديما مغطي على تكليختي الحمد لله. سميتي عالية وخا شوية قصيرة، المهم هو الاسم والباقي لا يهو. ضاربة الدنيا بركلة، همي الوحيد في هذا الدنيا هو اشنو غيديرو في المسلسل غدا. صافي، حيت بالنسبة ليا الحياة كلها صافية حيت فايتة، وحتى واحد ما يقدر يعكر ليا صفاء يومي. حتى لواحد النهار جاء اللي كحل ويعكر ليا عمري. داك النهار كنت كنمارس عادتي السيئة، نعاس تحت الطابلة في الصالة حيت كنت خيل راسي نعسة في قيطون، وحتى ماما ما كتقول والو. المهم عندها هو ما نرونش استاذك، ضربتها بواحد النعسة طويلة تقتل العديان بالسم والفقصة. ملي حليت عيني لقيت بزاف ديال الرجلين دايرين بيا والحديد داير بيناتهم. مديت ودني للسما وبديت كنستارق السما. قال سي عمر، احنا عارفينكم عائلة محافظة ومتخلقة، داكشي علاش جينا طالبين راغبين في ثمرتكم الحسنة لالة عالية لولدنا عبد الله. قال ليه بابا، ما نلقاوش حسن منكم، ولكن خاصنا رأي ديال عالية حيت هي اللي معنية بالأمر. ما قدرتش نصبر وبديت كنقلب على رجل الوالد، ودغيا عرفتها حيت قد الفلوكة قرصتو وهو يجمع معايا بركلة جاتني في الوجه، وبديت كنغوى واك عباد الله عتقوا الروح. جاو هزو الطابلة ولقاوني مرعفة والدم كيسي وشعري واقف للسما وعينيا مبوقين. وهو يقول الوالد عالية بنتي اش كديري هنا؟ قلت كنت نفح طابة، كنت ناعسة وفيقتوني بهدرتكم، ما عرفتوش تهدروا بشوية. وهو يقول الوالد هي سمعتينا؟ إيوا أشنو جوابك؟ قلت أنا موافقة، غير عاودوا سولوه هو واش موافق من بعد ما شافني. وهو يقول الوالد إيوا أولدي واش موافق؟ الدري تزيزن ما عرف باش تبلى. وقال نشوفه واش نتفاهمه ويكون خير. قال ليه الوالد ما قلتي عيب، يلا شوفه. قلت وتسنى بعدا نخرج من تحت الطابلة باش يشوفني مزيان وهزو رجليكم باش نلقى الطريق. خرجت وقفت على ايدي باش نجمع شعري، وعبد الله زوجي المستقبلي مخلوع ووجهه مشى منو اللون. انا كنشوف فيه وهو حادر راسه، كنموت على الحشوميين. قلت صافي مفاهمين غير من العينين ياك. وهو يقول عبد الله لا كسرني ود الحرام، ولكن باقي في نرد ليه الصرف. خرجوا الناس ومشاو بعد ما اتفقوا مع الوالد باش غدا ان شاء الله نتلاقاو انا وراجلي المستقبلي. وجات امي كتكوموندي فيا في شغل الدار والتخمال والحكان دلماعن وغسيل الزرابي، وهي تقول لي امي شوفي غدا فاش تلاقاي مع عبد الله ديري عقلك وتبتي، راه النهار الاول كيموت المش، خاصكي تبيني ليه راكي شعبيه ولسانك حلو ما يسخاش من الهضره معاك، وبيني ليه راكي مثقفه وواعيه ماشي مجمكه ومكلخه. اللي قالها ليك قولي ليه اه، بيني ليه باللي كتعرفي كل شي وخصوصا الطياب حيت الرجال كيسولوا على الماكله اول حاجه. مفاهمين؟ تقولوا غنتلاقى مع السلطان سليمان القانوني. قلت ليها صافي مشات. طلع النهار وانا ما فقت حتى ال11، جمعت الدار وبديت كنفكر شنو نلبس. امي متيج بدات ليا الماريو كله قيصته ليا بحجه اللقاء الاول هو كلشي، خاصني نكون فيه قوقه باش يطيح فيا. والا كان بالصح اللقاء الاول هو كلشي وهو راه شافني بديك الحاله البشعه، ما غيدورش علينا النهار بجوج. المهم من بعد اخذ ورد قررت نلبس سروال جين وقميجه في الصفات في البنفسجي
وفولار في الغوض. تخيلوا كي جيت، كي ظهرت الرابية مفتحة، حيت بيني وبينكم هاد الزواج باغاه عمره ما يكون، باقا ما سخيتش من العذوبية والجلسة في دار با. المهم درنا أنا والعريس غنتلاقاو في القهوة اللي قريبة من دارنا مع الثلاثة. قلت السلام، قال تعطلتي؟ قلت ليه لا، قال درنا مع الثلاثة، جيتي مع الخمسة؟ الوقت هو هذاك، تبارك الله عليك. قلت بارك الله فيك. وهو يقول شربي شي حاجة؟ قلت لا، ما كاينش ما يتقصى، راه والله ما مغدية وكرشي فيها العصافير كتزقزق. قال واخا. قلت ليه شوف 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 هادوك الجوج اللي لهي. قلت شوف هادوك الجوج اللي لهي شحال هي زوينة. وهو داير كلمش الفازق. وهو يقول خلق الله ما كيتعابش. قلت اه، كون قلت ليك هو احسن منها كون قلتي عندك الحق. انتم الرجال ما كتحشموا ما كترمشوا، ما عرفت اش كيعجبنا فيكم. وهو يقول بحال انتم ما كتحشموا، شوفي الا كملنا الهضره في هذا الموضوع ما غنكملوا حتى ساعه مع بعضياتنا. داكشي علاش خاصنا نبدلوا الموضوع. اشنو هما هواياتك؟ قلت السباحه واخا ما كنعرفش نعوم، والتنس واخا ما كنفهم فيه حتى وزه. وبديت كنفكر وهو يقول ما عزيزاش عليك القرايه؟ قلت يخ، ذكرنا السمن والعسل، شحال ما كنتش كنحملها، وبالخصوص ملي كان كيقول لينا المعلم قراو بالصف. قال لا، ما قصدتش القراءه ديال المدرسه، اللي قصدته القصص والروايات. قلت لي ها، ما نكذبش عليك كتعجبني الى حد الادمان. قال اوف، واخيرا لقينا شي حاجه زوينه فيك ومشتركه بيناتنا. واشنا هما القصص اللي قريتي؟ قلت لا اريد زوجا من العروبيه، حليمه في المدينه، جيبوا لي ولد عمي، وشكون انت؟ وهو يقول كيفاش شكون انا؟ قلت ليه شكون انت راه سميت قصه البليد، وفي اخبارك راه انا كنكتب القصص، نعود ليك شي وحده؟ قال لا لا شكرا. وهو يقول لي عزيز عليك الشعر؟ قلت ليه اكيد كنموت عليه، هدرتي كلها شعر، كيقولها ليا مول النعناع اللي كيبيع المعدنوس، وانا راه شاعره موهوبه الى ما في خباركش. وهو يقول لي بصح اطربينا؟ قلت ليه عاليه، من اي فصل ابتدي في قصتي؟ لم تعهدي نسج العذاب خيوطها من غربة وتشردي. وهو يقول الله ينعل الكذاب، هذا الشعر بسمية نادية وكاتبه محمد الخلاد، شاعر فلسطين. قلت لي حصلتيني العفيريت، اسمع اسمع، هذا والله حتى أنا اللي كاتبه. أشرق القمر في الأعالي وقال لي يا عالية أرجوك ابقي صاحية، فوجهك المنير يذكرني بعزيزتي الشمس الغالية، وصوتك الرنان يطربني ويؤنسني في وحدتي القاتلة. عالية النجوم من جمالك مختفية، وظلمة الليل من نورك متلاشية. وهو يقول كوني اسمع القمر هاد الشي اللي كتقولي يولي يشرق على المريخ. قلت الله يفضحك، راه هاد الشيء بصراحه قالوا لي، جا عندي الشرفه وبدا كيتغزل فيا. وهو يقول قولي لي فايت كانت عندك شي علاقه؟ ويلي منين العلاقه اللي جات للدار كيهزها الوالد يعلق فيها جلالبه. وهو يقول ولا ما قصدتش علاقه، زعما لا ما قصدتش علاقه، زعما. وانا نقول وانت غزعم وقول. وهو يقول كنتي مرتبطه بشي حد من قبل؟ درت واحد الابتسامه ديال البراءه ممزوجه بالخجل وقلت اه. وهو يقول لي عاودي لي عليها.
قلت ليه كان حشم، ما عرفت منين نبدا. وهو يقول لي انا غنعاونك، كي درتو حتى تلاقيتو؟ قلت ليه اين واحد فيهم؟ وهو يقول على هما شحال كانوا. قلت ليه مول اللبن، كان كيقول لي وجهك صافي بحال السمن. ومول الفران كيقول لي خدودك حمرين بحال الخبز المقرمل. والخياط كان كيقول لي خيطت حتى عييت وعمري شفت شي حرير بحال شعرك. والحداد الله يهديه ديما كيقول لي ايمتى نجي لداركم نضربوا الحديد ما حدو سخون. وهو يقول صافي صافي باركة. قلت ليه من الصباح وانت داير لي استجواب بحال لا انا في الكوميسارية وانت؟ وهو يقول انا ما عندي ما نقول، واخا نعيا ما نهضر ما نوصلكش. قلت ليه ماشي مشكل، واخا هكاك قابل عليك. وهو يدير وحلات ليه. قلت ليه اشرب الماء، نجي نضرب لك في ظهرك. قال لا شكرا، يلا نوضو، المغرب قريب يأذن وخاصني نمشي للجامع. قلت ليه ونعم الرجل، كان موت في الرجال اللي صلاتهم قبل كل شيء. سال اللقاء الأول، ومن وجه العريس الشاحب الأصفر باين باللي هاد الشيء كيبشر بالبخوش. باينة إلا تزوجنا أجي وعكروا لي بالهريسة. غير حطيت رجلي في الدار وبدات عليا ماما بالأسئلة الروتينية الإجبارية، كي داير؟ كي داز اللقاء الأول؟ إمتى غيجي يخطب رسمي؟ قلت ليها شفتي يا ماما داك وجه المقلة ما بانش ليا فيه فليفل وكيطير. وهي تقول هذاك هو اللي صلح لوالديك، ايوا اش درتو؟ قلت ليها والو غير كلينا وهضرنا. قالت ها ناري ياك ما تاني كترتي في الهضره. قلت ليها بالعكس كنجاوب غير على قد سؤاله، بينت ليه باللي كنعرف كل شيء وعندي خبرة في الحياة بحال كيف ما وصيتيني. مسكين ما سخاش من الهضرة معايا كون ما أدنش المغرب. قالت لي إيوا هكا نبغيك، إمتى غتلاقاو المرة الجاية؟ قلت ليها غدا الصباح في الجردان اللي في راس الدرب. وهي تقول شوفي هاد المرة اللي قالك قولي ليه لا، بيني ليه باللي عندك شخصية وتقدري تعبري على رأيك وماشي ديما يتحكم فيك. وكيف ما العادة حلاوة اللسان تكون حاضرة والهضرة الخاوية تكون غابرة. قلت ليها الله ودي كيف ما العادة، وطلع صباح جديد. وهاد المرة ما بغيتش نتعطل، ما بغيتش نتعطل حيت خفت ويعلق ويولي مني الديف، وانا بغيته هو اللي يرفضني باش نبقى في عينين والديا البارئة المنحوسة. قررت في اللقاء الثاني نكون في كامل أناقتي، لبست جلابتي وماشي أي جلابة، مشنتفة ولونها ليموني مشعشع. وهي تقول ماما أويلي المسخوطة، شحال من مرة قلت لك عطيني هذيك الجلابة نردها جفاف ونبقى نمسحو فيها رجلينا من الغيظ. قلت ليها ولا ماما راه سيدي عبد الله عزيز عليه هاد اللوين، وهو نيت قال لي ما نبقاش نلبس سروال الجين. قالت ايوا ملي هكاك لبسي معها الفولار الليموني باش ديري تناسق الالوان. قلت ليها لا ماما غنجيكي الليمونه، غنلبس الفولار الخضر باش نجيكي خيزويه. وهي تقول الله يعطيك عقل. قلت ليها الله يعطيه لنسيبك، اما انا ما عندي ما ندير بيه. ولبست صباطي البنفسجي لزيادة الانفجار على الإشعاع، ومن بعيد عرفني جاية. كان جالس في كرسي في الجردة اللي فيها جوج نوارات، كل مرة كتنقص واحدة غير وصلت عنده وطلع فيا وهبط باينة ما حملنيش. قلت له سلام كيف حالك يا عزيزي؟ وهو يقول الحمد لله وانتي؟ قلت له كان طايح عليا الضيم ولكن ملي شفتك زال الهم واتى الفرج. كحز شويه لهيه نجلس، واخا رديتو مسكين للطرف الى عطس يجي على وجهه.
وبقينا ساكتين ولا بغى يهضر، خاف نصدموه بشي كارثه بحال البارح، وانا خاصني نزرب عليه باش نتفك منه. كانوا شي دراري قدامنا كيلعبوا الكره، قلت بيهم نبدا الحديث وانا نقول ليه عرفتي عبد الله شحال عزازين عليا الدراري الصغار، ما تصورش قداش. ملي غنتزوجوا انا وياك غنولد ليك شي 15 الفوق حتى يوليو يتنساو ليك سمياتهم. قال لا سميتي اللي غادا تنسى ليا واقيله، واش كتهضري من نيتك؟ قلت والله، وباش نغرقك ولاد وما تلقى منين تهز الراس، حيت انتوما الرجال ما فيكم ثقه. وهو يقول واش باقي هاد التفكير المتخلف كيدور؟ قلت لي ومالك انت فاش جاتك؟ راه انا اللي غادا نولد ونحمل ونخرق. قال لي وشكون اللي غيصرف عليكم بالسلامه؟ قلت لي بيان سور انت، على الا ما غاديش تصرف عليا وعلى ولادك لاش انا غنتزوج بك، على زينك ولا على كحل عيونك؟ وهو يقول انقلبوا الموضوع احسن، عاليه كتعرفي تطيبي بعدا؟ قلت ليه لا ولكن كنعرف نطيب قلب با. قال لي كيفاش؟ قلت لي حتى انا ما عرفتش، ولكن راه ديما كنسمع الوالي كيقول لي دعيتك الله ديما مطيبه ليا قلبي. قلب وجهه قلبه وحده، سمعته بالحس كيستغفر وكيطلب الصبر، وكيف ما كيقولوا المصريين هو انت لسه شفتي حاجه؟ قلت سيدي عبد الله انت كتعرف عليا كل شيء وانا ما كنعرف عليك حتى وزه. وهو يقول سلامه اش بغيتي تعرفي؟ قلت لي كل شيء، مثلا اشنا هي اكبر زبله درتي في حياتك وهادي باينه غنكون فيها انا، واشنو هي الحاجه اللي جرحات لك قلبك وما عمرها تبرى، واشنا هي اكبر صدمه في حياتك الى اخره. وهو يقول ايش هاد الاسئله؟ قلت لي كنلعبوهم في كرسي الاعتراف في الفيسبوك ديما انا الرابحه. وهو يقول قلت ليه يلا قول بالصحة عمرك بغيتي شي وحدة قبل مني؟ قال صراحة كنت كنبغي واحد السيدة وباقي كنبغيها، كانت بحال شي نور ضوى حياتي، كانت هي فرحتي وقت ضيقي ودوايا وقت مرضي، عمرني شفت شي بنت بحالها، وكنظن عمري ما غنلقى اللي نسيني فيها، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وقف القدر ضدنا وتفارقنا. هاري أثر فيا المسخوط باينه كيهضر من نيته، وانا نقول ليه وعلاش تفارقته؟ وهو يقول وقعت لنا حادثه وفارقتنا الموت، قدر الله وما شاء فعل. قلت ليه الله يرحمها. وهو يقول امين، وانا نقول ولكن ما تخافش انا راه عندي سبع ارواح وما نموت حتى تكون شبعت يموت. وهو يقول الأعمار بيد الله وحتى واحد ما عارف أجاله. قلت ليه ونعم بالله دابا غتولي راجلي وخاصني نقول لك كل شي. واحد المرة كنت راقدة وانا نحلم، وملي طلع الصباح عيطت لمفسر الأحلام وقال لي يا انتي عمرك قد عمر صباح والله أعلى وأعلم. وهو يقول شكون صباح؟ قلت لي ويلي على شكون صباح؟ تمنين صباح الشحرورة اللي كتغني يانا 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 في حبيبي أموت أنا. هو يقول سكتي اللقوة شوهتينا، الناس كيشوفوا فينا. قلت لي ويشوفوا مالنا كنسرقوا كنغني لراجلي فيها شي عيب؟ وهو يقول نموت ونعرف واش عندك شي عقل ولا ما كتكسبيهش؟ قلت لا راه عندي غير نسيتو تحت الطبلة. راجلي العزيز عندك مع المواقع الاجتماعية؟ وهو يقول لا. وانتي؟ قلت ما عايش انا، واعود بالله من قولة انا عندي فيسبوك وتويتر وانستغرام وبنترسي وتامبلر وجيميل وفليكر وفيميو،
فين ما دخلتي تلقاني لاصقه كي القمله، ما عنديش غير الواتساب. وهو يقول وعلاش مسكين حرمتيه من هذا الشرف؟ قلت لي ما بغاش يدخل ليا في تليفوني، ومن اللي ديتو التريسيان قال لي يا خاص تليفونك يكونوا فيه اللوان، وحيد تليفوني عظمه قال لي يا خليه حتى يربي الشحمه. وهو يقول لي عالية اشنو كتسناي من الزواج؟ قلت ليه كيفاش درج. وهو يقول زعما اشنو هدفك من الزواج؟ قلت ليه بالعمى الى فهمت شي لعبه. وهو يقول اشنا هو الزواج بنظارك؟ قلت ليه الزواج هو شد ليا نقطع ليك، الراجل مقابل النقير والمراه مقابله التبرقيق، والحيحه ديما نايضه على التليكوموند. هو باغي يتفرج في الكوره وهي متبعه المسلسل، هو باغي الدار مقاده والماكله فوق الطبله محطوطه، وهي باغا الماندا وكل سيمانه لبسه جديده. باختصار الزواج هو الصداع وفريع الراس. وهو يقول وملي الزواج بنظرك هو الصداع وفريع الراس لاش باغا تزوجي؟ قلت لي ويلي على ما عرفتيش. طحت. وفي اللقاء الاخير اتفقنا من بعد الحاحي يكون في قهوه جنب البحر حيت قريب لينا شويه، زعما نفوجو قبل ما نتزوجو ونتفارقو. المهم بما انه اخر مره غيشوفني فيها قررت نبان ليه بابها حله باش عمره ما ينساني. لبست سايتي المنفوخه واللي مرسوم فيها جميع انواع الورد والزهور المتواجده على الكره الارضيه، وقميجة والله ما عرفت نوصف لكم داك العجب اللي مرسوم فيها. أما الفولار فكان بألوان الطيف قوس قزح، وباش نزيد جمالا ورونقا لبست صندالتي الفجلية. المهم باش تخيلوني مزيان إلا شفتوني من البعد غتقولوا عليا لوحة من لوحات الشعيبية طالال طايحة عليها الشتا. وكيف ما العادة قبل ما نحط رجلي على العتبة خاص ميمتي تلقي عليا المحاضرة على مسامعي المليئة بالنصائح والمواعظ القيمة. وهي تقول شوفي الرجال نوعان، النوع الأول كيدور على بنات الدنيا كاملة ما كيخلي حتى وحدة، وفي الأخر من اللي كيعيا كيمشي عند ميمتو تختار ليه. والنوع الثاني كيبقى مع وحدة ومن اللي كيسهل عليه الله كيتزوجها ويوقف وجه العالم على ودها، وحتى واحد من هاد الزوج نواع ما كيبغي يتزوج امراه فليفله ومدوزه القليل والكثير. وكيف ما كان صلب هاد الراجل كيبغي مراته تكون عرفاته في الدنيا غير بوحده. قلت ليها اودي كلهم مسقيين بمغرفه واحده، دابا ماما احنا شنو ذنبنا احنا البنات اللي ما عمرنا خرجنا الطريق؟ وهي تقول كيف البنات اشكال ونواع حتى الرجال طوب وحجر. قلت ليها ودابا ماما احنا اشنو ذنبنا احنا البنات اللي ما عمرنا خرجنا الطريق؟ وهي تقول كيف ما البنات اشكال ونوع حتى الرجال طوب وحجر. والله سبحانه وتعالى كيقول الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، والله ما غيجيب ليك غير اللي نيتو قد نيتك. قلت ونعم بالله. ولكن علاش كنشوفو مرد ريفه وراجلها قبيح كيضربها وكيسكر وجميع المحرمات دايرهم؟ والعكس صحيح، يقدر يكون الراجل ضريف والمراه خبيثه والشيطان دايره بحال السكرتيره ديالها. قالت الزواج قدر واختيار، وإلا كنتي طيبه ما غتقبلي غير بالطيب. قلت ليها ما قنعتينيش، جوابك ناقص، ما جاوبش ليا على تساؤلي كامل. وهي تقول سيري عند عبد الله راه راجل متدين يجاوبك على سؤالك ويفوتو لهي. ولاش غتزوجو الا ما تتعلموش من بعضياتكم؟ اودي انا ما باغاش نتزوج، ما بغيتش نتمحن، بغيت نجلس في دار با حتى نموت ونبقى هانيه ومهنيه، ما عندي ما ندير لا بعبد الله ولا بعبد السلام. داكشي علاش خاصني ندير المستحيل باش هاد الزواج ما يكملش. وصلت للبلاصه اللي متفقين عليها، وهاد المره ماشي بوحدو اللي شاف فيا، الدنيا كلها بقات مبلقه عينيها فيا حيت دايره بحال شي كومه ورد متحركه. قلت ليه
السلام الحبينو، لاباس عليك؟ هو مصدوم، قال الحمد لله. وانتي باينه لاباس عليك. قلت ليه ومنين الزينينو الليل كامل وانا كنتقلب خايفه لنسى شي واحد ما نعرضوش لعرسنا ويستقداعي فينا. اما فاش طلع عليا الصباح ما نعاود ليكش، كان حسب اجزاء الثانيه خايفه لا يطول الوقت ونتحرم من شوفت عينيك. ناري عبد الله تزنك، ما عرفت واش من الغضب ولا من الخجل. وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي، بدا كيهضر من تحت سنانه وقال عالية، أول حاجة ممكن تحد في دوك الكلمات المشبوهة من هضرتك، وثانيا بلا ما تمحني راسك وتفكري شكون اللي في عرسنا غادي يحضر، حيت لحد الآن باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق وحنا مازال في فترة تعارف، فنهضروا مع بعضياتنا باحترام حتى إلى ما اكتبيناش لبعضياتنا نبقاو في الخير. قصف جوي قمعة ثلاثية الأبعاد. قلت قلنا نهضروا في عوض ما نبقاو ساقلين، وهو يقول أعطى الله ما يتقال من غير ديك التفاهات اللي لا أساس لها من الصحة. قلت لي واخا سي عبد الله، بغيت نتشاور معاك في واحد الموضوع مهم، وهو يقول أها مرحبا. قلت دابا عندي 10 دريال الزريعة، ها هي ومسكة ديال 2 دريال يصلاحوا وناكلهم بجوج في دقة واحدة. زير على إيديه مزيان. ناري ميمتي، ما عرفت في أين عين غدا تجي اللكمة، إلا كانت ضربة في اتجاه الزاوية 45 درجة غدا تجيني في العين اليسرى، وإلا كانت على زاوية 90 درجة نيفي غادي يتشخشخ. مسكين غير رجع بحال نيف أبو الهو، دار شهيق وزفير طويل واستغفر مولاه وإيدو ترخفات، ورجعات شامة ورجع لفقيه ورجعات ليا الروح ورجعات حالتي حالة. جمعت زريعتي بالزربة في ساكي قبل ما يوكلها ليا بقشورها، وهو يقول بعصبية شحال في عمرك عالية؟ قلت لي 22 طالعة في 23 وبقات ليا 3 شهور ونص و 65 يوم. قال بصح العجب، كتباني بحال بنت 4 سنين. قلت لي ميرسي ربي يخليك، في البراءة ولا في الجمال؟ وهو يقول في العقل. قلت لي في خاطري الله يلقيها لك، وقلت اه عندك الصح، عقلي ما كيعرفش تخلويض الحقد والغدر والأنانية والغرور وحتى التكبر والتعجرف والكذوب. وهو يقول قلت ليه رجعوا لك الحلاقم، كون غير سمعتي مني يا سي عبد الله ودزتي معايا البارح للدار نعطيك ديك العشيبات، كون دابا تسرح لك الحلق. وهو يقول عالية واش تقدري على مسؤولية الزواج؟ قلت لي أنا بيني وبينك عمرني ما تزوجت باش نعرف، وحتى واحد ما كيتزاد عارف وكل شي كيتعلم. وهو يقول الزواج بحال امتحان تطبيقي لداكشي اللي شفتيه في داركم بين والديك، ضروري ما خاصك تكوني عارفة اشنو فيه وشنو هما مسؤولياته، شنو اللي ليك وشنو اللي عليك. قلت لي ولكن أنا وياك ما غاديش نكونوا بحال امي وبا، ما يمكن لياش نجي ونطبق تعامل امي مع با عليك انت. مثلا ابسط الاشياء اليوميه، الوالد ملي كيجي عيان من الخدمه اول حاجه خاصو يلقاها هي براد اتاي محطوط، يضرب نصه عاد يمشي يرتاح، وانت تقدر تكون العكس ترتاح هو الاول، فإذا جيت نطبق قانون دارنا عليك نقدروا نوقعوا في شجارات ومشاكل لا تحمد عقباها. واش فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ قال اه فهمت، عندك الصح في هاد المساله، وهاد الشيء عادي كيتعلم من بعد غير بالمهل، ولكن كاينين شي مسائل على الزواج ثابته كتلقاهم في نفس الاسر
مثلا المرأة خاصها تقابل دارها هي الأولى، حيث الدار ما عندها حتى شي معنى بلا بيها. وديك التصرفات ديال البنت اللي راسها دي ما حدا امها، وقتاش ما بغات تلاقى مع صحاباتها تلاقى. قلت لي اه عندك الصح، داك الشي ما كيبقاش، ولكن ماشي كيتقلع من جدر، حيت ضروري البنت خاصها تشوف امها مره مره، وهذا الشيء كيفيد حتى الحياه الزوجيه، حيت تقدر تعطيها نصائح وتفيدها بخبرتها، وحتى صحاباتها ضروري ما تشوفهم غير باش تبدل الجو والروتين وما تفقدش جميع الصلات بالماضي، حيت ما كاينش شي مستقبل زوين بلا ذكريات الماضي الجميله. قال اه ضروري اويلي وحدي، شفت الراجل كيبتسم، ياك ما يسحب له درت عقلي، واش انا كنكحلها ولا كنزوقها؟ قلت عبد الله. قال لي نعم عاليه. قلت لي يا حليل اللي ما لاحظتيش. قال شنو؟ قلت لي عاليه عبد الله. عبد الله عاليه، كيبداو سمياتنا بالعين يا عيني، الله يبعد علينا عينين الحساد. وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لي عبد الله يا أغلى من عيني، شنو هو برجك؟ وهو يقول ما كان آمنش بديك الشعوذة والتفاهات. قلت لي أنا برجي العتروس، اليوم قريت في الجورنال قالوا لي بلي اليوم هو يوم سعدك مع الشريك، وحاول أنك تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب لأنه بحاجة ماسة إليك بقربه بسبب ما يعاني. والله تكي قصدوك عبد الله، زعما خاصنا ما نزربوش على الزواج حتى نخيطو نرقعو الدروبة. قول لي النهار والشهر فاش تزاديتي ونقول لك برجك. هو يقول عالية أنا والله نزيد معاك نهار قسما بالله حتى نتفرقع. قلت لي وعلاش؟ اشنو درت؟ ما تكونش تعشيتي زعما بالمناضة، راه هي اللي كدير الغازات. وهو يقول عالية واش كديريها بالعاني؟ قلت لي شنو هي اللي كندير بالعاني؟ قال الكالاخ، كنحس بيك بحال اللي جايه غير باش تعصبيني وتطرطقي ليا مراتي. قلت لي له لا يحوجك الزينينو، طرطق مرارة عدوك اللي ما يبغيك. وهو يقول عمرني شفت شي حد كيدعي في راسه. قلت لي ولكن انا كنبغيك وكنموت عليك ماشي عدوتك. وهو يقول عالية. قلت لي يا روح عالية. قال انا وياك ما نقدرو ندوزو حتى نهار مع بعضياتنا. قلت لي شكون كذب عليك؟ انا نقدر ندوز معاك العمر كله بلا ما نقول لا اح لا اي. وهو يقول صافي يا لالا، انا اللي ما نقدرش نعيش معاك، ما بقاتش عندي ذره ديال الصبر اللي نزيد نتحملك بها، يمكن انا اللي معقد وعقلي منغالق، ولكن والله حتى كتعصبيني، كنقلب على نقطه ديال الضو فيك بحال لا كنقلب على نقطه ديال الماء وسط الرمله ديال الصحراء، غير كنضيعوا وقتنا بزوج وما عمرنا غنوصلوا لشي حاجه من غير العذاب والصداع. داكشي علاش من هنا نحبسو، والله يكمل على كل واحد في طريقه. ناري واخيرا قال الحق، ناري ما نوصفش ليكم فرحتي بحال فرحه السجين المحكوم بالاعدام من اللي كيسمع حكم بالبراءه والافراج من لسان القاضي. يا سلام، ولكن ما خصنيش نبين ليه فرحتي باش ما يعيقش بلي الخطه ديالي نجحت، وباش يحس بلي اللوم كله عليه، وملي يقول للعائله بلي هو اللي تراجع على الفكره يبان هو الظالم. قلت لي احرام عليك، ضيعتي لي وقتي وضيعتي لي حياتي الغضة، وفي الاخر تقول لي الله يعرضك السلامه، وما درنا في الطاجين ما يتحرق، دار ليك الحقير، وكلت عليك الله وهو نعم الوكيل، ريبتي لي أحلامي ودمرتي لي مستقبلي، نهار وما طال وانت تدور بيا في القهاوي، شوهتي لي سمعتي ومكانتي
وقيمتي، وبغيت الله يسلط عليك شي وحده بحالك تذوقك الحار وتعيشك المراه كيف ما عيشتيني فيه. ما بغيتش نعاود نشوف وجهك مره اخرى. خلاص كفايه اللي انا شفته على ايديك يا واطي. وبديت كانت نخسس بلا دموع وكنسبو والناس كلها كتشوف. صبنت وحتى رجع الجفاف حسن منه، ودرت دورة البطلات في الأفلام وخليته حال فمه ومشيت في حالي. وأخيرا تفكيت من هاد الهم، وخا كنت كنستمتع بأعصابه الحساسة وكنت نغم بكلمة ولكن دايما الله هو الصراحة صبره طويل وغيلقى بنت الناس اللي تستاهله. أما أنا باقي ما قسمش الله باش نقلب على نصي التاني. وداز شهر على إلغاء زواجي اللي ما وصلت فيه حتى الخطوب. دازت 30 يوم وأنا دايزة عليا تمارا، فين ما كانوش يشراوط نصبنهم، وفين ما كانوش يمواعن كنحكهم، وفين ما كانوش يضرابي نغسلهم. أما أشغال المنزل اليومية من تخمال وتسياق وتجفاف والطياب إلى آخره، ولاو نديرهم قبل ما ندير الماء في حلقي. كان هذا هو عقابي بعد ما تفارق معايا عبد الله، حيت بالنسبة لدارنا وأسطر على أمي خلاني، حيت شافني معي جيزة ما نعرف لا نحني ولا ندني. خلاوني ندم على النهار اللي طليت فيه من ديك الطبلة، وعلى النهار اللي تبهللت على عبد الله. كون درت عقلي في راسي كون راني دابا بداري وولادي. ومن هادشي كله طاحت مني 5 كيلو، واللي زاد كمل على معاناتي ومأساتي هي بنت خالتي اللي غدا تزوج وعارضانا السيمانة الجاية باش نحضروا العرسها. وليت فين ما نبغي نحط اللقمة في فمي اذكرها لي امي قالت بازا لالا ما عرفت كي كيدير يدوز ليك، ما عندك نفس، بنت خالتك تخطبات موراك وها هي غدير العرس وانتي تيتي حدايا تنقي العدس. قلت ليها وباظة ميمتي مسكينة ما غدوز حتى نهار وانتو ما حاضينها بعينيكم، وراها غير غدا تزوج ماشي غتمشي لليابان. كون كان اللي تزوج طفرو كون طفرتيه انتي الاولى. وهزت نضالتها وشيرت عليا للراس وقالت عندك الصاحة بنيتي عالية ولاش غنطفرو وانا والدة اختي متورخة. نوضي تقعدي من حدايا. نط كنجري لا تعطيني شي دقة اخرى، وانا نتلقى مع الوالد واقف في الباب كحلاتها ميمتي الزغبية وهي تقول بصوت مليء بالحنان ويلي ويلي الحاج امتى جيتي. وفكيها يا من وحلتيها، ولكن ما نخافش على الوالدة شي اتاي مشحر يقاد المجامش وقصرية ديال الكسكسو يعمر بيها القناة وها هو كل شي تحل. دازت سيمانة وخاصنا نمشي والبلاد نصها عروبية ونصها مدينة باش نحضروا العرس ظاهريا، أما باطنيا نعاونو نسخسخو فيه. ما حملتش نمشي ليه، ولكن سيف الوالدة فوق رقبتي ما عندي فين نتفلفل، وبالخصوص حيت ناوية تدبر ليا على عريس وتخليني تما. ما فهمتش علاش كيفكروا غير في الزواج، يحساب ليهم باللي هو السعادة الأبدية، وهو حسب ما قالوا العلماء كل ما عقل المرأة صغير كتفكر في الزواج. وعقل ميمتي صغيوار عندك تسمعيني ها. وصلنا لدار جدي اللي فيها المهرجان الفيش طنايدة بنادم كتير والعائلة مجموعة وكل شي ناشط وضاحك إلا أنا مغوبشة وما حاملاش راسي. كان حسب شحال من واحد كاين باش نعرف شحال ديال الماعن غدا نغسل. أما واحد خت العروسة سارة كتزوي ليا على راسي بحال الزوايا، قالت ليا عرفتي يا بنت خالتي الحبيبة بحال والو هاد المرة غتحضروا الجوج عراسات. قلت ليها أواه ما تقوليهاش صافي وأخيرا تعماو العينين البهلول وقبل عليك. وهي تقول يخ باقة عاقلة على داك الدوسي الغامل
اش من بهلول ولا محلول، اختك راها دبرات على زين الرجال. يا اختي شوفه منو كتدوبني، كتلفني على الموضوع. قلت ليها هاي هاي على نزار قباني، وشكون هذا؟ وهي تقول ما كيهمش شكون، كتهم شخصيته، وفي العشية غنشوفه. قلبي كيضرب من دابا. قلت ليها اديني معاك، حتى انا قلبي شحال هادي مشطح، الله يزوجك بيه. وهي تقول ولكن بشرط نخاف عليه منك، داكشي علاش غديري الخمار ديال جدة. قلت ليها نشات خمارها الاسود نعش دقات قلبي. وبديت كنضحك. وهي تقول طيقتي راسك، ايوا نزيدك ما تقولي حتى كلمه الا بغيتي تمشي. قلت ليها صافي كوني هانيه ما نهدرش، ولكن ما نضمنكش ما نضحكش. لبست خمار جداتي اللي جاني بحال العود مخشي في شي خنشه، وانا نلوي عليا واحد ليزار من تحت باش يجي قدي. وشحال الدنيا كتبان زوينه من تحت الخمار، كتحس بعينيك بحال الكاميرا الخفيه. وصلنا لواحد القهوه كاينه في الفيلاج، وجلسنا كنتسناو فارس احلام بنت خالتي، وانا جالسه كنتخيلو كي غادي يكون طايتو بحال بهلول وداير نضادر قاع الكاس، وعندو نيف بحال ديال بينوكيو ذوق بنت خالتي وانا عارفه. اما هي مسكينه ما حبساتش من الوصايا، عاليه كبيتي عندها كيتفضحيني. قلت ليها الله هودي واش حنا كنلعبو، هاكي هاكي ضربي لي شي سيلفي بهاد الخمار نحطو في انستغرام. وهي تقول اويلي تسطيتي. قلت ليها شدي شدي الله يرضي عليك باش ندعي مع اختي بالدريه الصالحه. سمعت الدريه الصالحه وبدات كتصورني، ما في خبارها شكون الخوخ كيداوي، كون داوى راسو. يلاه بدات كتصورني وهو يوقف علينا فارس الاحلام، لقانا متلبسين ما عرفات باش تبلات. لاحت ليا التليفون وهزيته، وهزيت راسي نشوف شكون. تخلعت تزعزعت ملي لقيتو خطيبي السابق عبد الله. الله الله انا قلبي باقي محروق عليه، ومشى عند وحده اخرى، المسخوط الاخر الخاين الغدار. وهو يقول سلام ياك ما تعطلت عليكم. وهي تقول له لا عبد الله حتى حنا يلا وصلنا، كنقدم لك مرات عمي مطلقه وزيزونه مسكينه. وهو يقول اه متشرفين لالا اش تشربوا؟ قالت لي بنت خالتي عصير الليمون ياك خالتي. دورت وجهي شرقا وغربا زعما ما موافقاش. وهو يقول له عبد الله بغيتي تشربي قهوه؟ درت ليه ايدي على حنكي زعما كتستهزئ بيا. وهو يقول اشنو اتاي حليب؟ من بعد ما صدمات عليا صار على رجلي وخنزرات فيا وافقت على الحليب، اما انا كنت باغا عصير الدلاح حيت ما عرفتش نفسر بايدي. اودي نقضيو بالحليب. وجا السرباي وحط لينا داكشي اللي طلبنا، هما بداو كيشربوا وانا بديت كنشوف ما عرفت منين نشرب. وهو يقول لعبد الله شربي يا خالتي ياك ما كنتيش باغا الحليب. قلت في خاطري يخوي ليك الدراسه وليدي. بديت كنشير ليه باللي ما عندي منين نشربه، وهو يقول اه عندك الصح. كان علينا نقولوا للسرباي يجيب لك تيو، سنين عيطوا ليه. شيرت ليه بايديا زعما بلاش، وقفت وهزيت كاسي ودورت وجهي وجغمت جغمه واحده حتى ما بقات في الكاس حتى قطره. ملي حطيته فوق الطبله تخلعوا ما عرفوني مره ولا فيله، واراك الفراجه. ديك الساعه شداتني الشهقه، فين ما يقولوا شي كلمه كنشهق. وهي تقول لساره عبد الله كي دايره خالتي لاباس عليها؟ والله حتى توحشتها دغيا تدخل الخاطر سبحان الله. وانا درت بلاتي. وهي تقول خالتي شربي الماء. قال عبد الله
سناي نعيطو للسرباي يجيب ليك الماء. جاب ليا السرباي الماء مع التيو باش نشرب، وعاد كملات كانت غير ما كان عرفش نشرب بلا صوت، داكشي لا إرادي. أما واحد سارة ندمات على النهار اللي ولدت جدة أمي ومها خواتات. سكت وبداو كيكملوا الهضرة، وهو يقول الوالدة لاباس عليها وماماك كي دايرة مع توجد العرس. قالت الحمد لله وخارك عارف تمارة، جاب الله كينا أنا معوناها، وعد زيد عليها غدا تفارق مع وحدة من بناتها، غير خليها على الله وصافي. وهو يقول اه عندك صح صعيبة. قالت هي اه وحيت مربيانا احسن تربية، ما عمرنا جبدنا لها الصداع ولا المشاكل. يخ على هضرة جابت لي الملال، ما كاينش الاكشن والكوميديا، كاين غير كوكب زمرودة جالسة بيناتهم بحال الحكم ديال التنس. اح هون قدرت نهضر، حاسة براسي غنتفرقع. جبت واحد المسكة من عهد جد النمل، كانت عندي في البسطان، غير حليتها طلعت ريحة الغمولية، درتها في فمي وجالسة وكنطرطق. واحد اللحظة نسيت باللي دايرة النقاب، وبديت كنفخ في المسكة، ما نعاود ليكمش أشطرة، ولكن تخيلوا وجهي تجلخ بيها ولصقات ليا في النقاب. سيق ليا جدا الخبار تصيفطني الكوكار. أما سارة على الحالة اللي درت ما كرهاتش تغضضني، وهي تقول ناري اسمح لي يا عبد الله على هاد الحالة، رها زيادة على زيزونة. فالت ليها الفيس ومزنزنة في عقلها، قال ليها لا ماشي مشكل الله يكون في العوان. والله حتى حسيت براسي طلبة في الزنقة، يلاه بغيت النوض نقلب على جد بوهم الطبلة، وهي تشدني العطسة. بيني وبينكم ما عمرني شفت شي مولات النقاب كي كتعطس، درتها في ايد الله وزعزعت الكون. ومع انا ما عمرني عطست عطسة فردية، ديما مضاعفة. تانية كانت على شكل الآتي.